كنا نسمع في الماضي بأن الحجامة ممكن أن تجري في وقت غير وقتها المناسب، وعلى أمكنة من البدن مختلفة، وفي أوقات من السن غير أوقات السن الضرورية والتي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم وبينها لنا العلامة محمد أمين شيخه. الحقيقة لجلاء هذا الأمر قمنا مع التعاون مع الفريق الطبي والمخبري بإجراء عمليات حجامة، أولا في غير السن المطلوب، يعني لأشخاص سنهم دون 22 عام، وأجرينا أيضا حجامة في غير الأمكنة المحددة، أي غير في غير منطقة الكاهل، في منطقة الأخدعين، في على الذراع، في جدار البطن، على لبة القدم، وأجرينا أيضا عمليات الحجامة على الريق. فتبين لنا بمقارنة الدم الحاصل في هذه الحالات مع الدم الوريدي أنه متشابهان تماما، يعني أن الدم الوريدي المأخوذ من الوريد يشابه دم الحجامي، مما يجعل الفائدة معدومة. وعندما تؤخذ الحجامي في الوقت المحدد، أي في الربيع بين شهري نيسان وأيار، وفي النصف الشهر القمري الثاني، وتؤخذ بعد سن 22 عام، وتؤخذ في منطقة الكاهل، يكون الدم الخارج من الحجامي هو دم مغاير تماما للدم الوريدي، مما يحقق فائدة كبيرة جدا. الحجامة لا تصح إلا في منطقة الكاهل حصرا، وأي مكان آخر إنما نأخذ الدم العادي الذي هو روح الإنسان، الروح تسري في الدماء. فإذا أخذنا من موطن آخر أو من موضع ثاني فنكون قد قتلنا المريض، لأن الدم هو الذي يدافع عن المريض. فإذا أخذناه وهو مريض قوي الجرثوم والمكروب على المريض فقتله. أما الحجامة فالعجيب والأمر فيها أنها إذا أخذناها طاب المريض، إذا كان الضغط مرتفعا عاد طبيعيا، وإذا كان منخفضا ارتفع. وهذه من معجزات طب الحجامة بشروطها الدقيقة، كما أن هذا الشرط هو الأساسي على الإطلاق. ولا تجوز الحجامة في الأخدعين، في هذا الوريد قد يقتل المريض ولا ينتفع أبدا. الحالات اللي ظهرت فيها تأثيرات جانبية للحجامة هي حالات لم تراعى فيها قوانين الحجامة الصحيحة، من الموعد الفصلي، الموعد الشهري للمريض على الريق يجب أن يكون، فإذا كان هو آكل تبدأ تظهر تأثيرات جانبية. الحجامة الحقيقية بريئة منها بالطبع، أو أنه المريض بعد الحجامة يتناول مشتقات الحليب، وهي حتأدي بالطبع في بعض الحالات ليس كلها إلى ارتفاع في درجة الحرارة وإلى وعكة صحية قد تستمر لمدة أسبوع 10 أيام، سوف تلصق خطأ هالحالة هي بأنه هي من تأثيرات الجانبية للحجامة، وإنما هي في الحقيقة بسبب مخالفة قوانين الحجامة الحقيقية. بالطبع تعقيم الدور الأساسي، أي مخالفة بشروط التعقيم حتؤدي لأمراض نحن بريئين منها بالطبع. نتخوف من استعمال أجهزة حديثة فلا ينتفع المحتجم ولا تصح العقامة، لأنهم لا يتلفون الكاسات، وتغدو الحجامة ألعوبة بيد المنتفعين الجشعين الماديين على حساب تدمير الحجامة بعد ثبوت شفاءتها. جهاز الحجامة المخالف لأصول عملية الحجامة الصحيحة التي نستعمل فيها وريقات مشتعلة بالنار بكؤوس زجاجية يؤدي إلى عدم الفائدة من الحجامة لأمرين. أولاً، الحجامة لها تعقيم ذاتي يقضي على كافة الجراثيم المعدية والضارة، وذلك بسبب نار الوريقات بكأس الحجامة. ثانياً، جهاز الحجامة الحديث بتخلية الهواء وبدون نار وريقة الحجامة لا يجذب المرض الذي تجمعه نار وريقة كأس الحجامة، فنوصي بعدم استعماله والبقاء على الطريقة الطبيعية البسيطة باستعمال كؤوس الحجامة المشتعلة بها وريقة الحجامة.
بالنسبة لكاسات الحجامة، في السوق أنواع كثيرة من الكاسات، تتراوح من الكاسات الزجاجية إلى الكاسات البلاستيكية المسمات بالفاكيوم. بالطبع هي هي الكاسة الستاندر، تتميز بعدة صفات. أولا مساحة السطح تبعها محدودة، فبيتم تنبيه أماكن عصبية محدودة بهالمنطقة، وما بيتم التشويش التنبيهي على أكثر من منطقة عصبية. هي ناحية كتير مهمة، فإذا احنا وسعنا هالمنطقة سحب الدم حنأدي لتنبيه أكثر من نقطة عصبية على الظهر. هالكاسة هي بوجود هالقعر إلها حتسمح للدم أنه يسيل ويتجمع فيها. حنقدر نعرف نحن قديش كمية الدم اللي عم تخرج من الكاسة. هالكاسة هي توضع على الظهر بالطبع باستعمال البواق الورقية. البوق الورقي حيؤدي لخلخلة في الهواء وانخفاض الضغط ضمن الكاسة، فحتلتصق الكاسة على الجلد. بالطبع البوق وحرارة النار اللي ضمن الكاسة حتؤدي لاحمرار بالجلد وتوسع وعائي، حيزيد بالتروية بالمنطقة هاي اللي احنا حنجري عليها التشطيب لاحقا. إضافة انه المناطق بعد ما بتشطب غاز ثاني أكسيد الكربون اللي حينتج عن عملية الاحتراق حيؤدي لتوسيع الأوعية الدموية وزيادة بتدفق الدم مكان الحجامة، بعكس الحالات اللي مستعمل فيها الفاكيوم اللي هي ما في وجود لثاني أكسيد الكربون، وبالتالي ما في توسيع وعائي موضعي عند استعمال الكاسات البلاستيكية المزودة بماص للضغط. وبالإضافة للحالات المرضية العديدة التي لوحظت فيها حالات شفاء شبه تامة، مثل حالات أمراض القلب، حالات الشقيقة، حالات السرطان والشلل، قمنا بدراسة مخبرية لما لا يقل عن 500 حالة مرضية معينة. من خلال الأبحاث التي قمنا بها على الدم الوريدي قبل وبعد الحجامة وعلى دم الحجامة وإجراء المقارنات بمشاركة أعضاء الفريق المخبري، تبين لنا ما يلي. أولا، انخفاض في سرعة التثفل حيث انخفضت إلى حدودها الطبيعية. ثانيا، اعتدال في تعداد الكريات الحمر حيث وصلت الكريات الحمر إلى الحدود الطبيعية المعتمدة. ثالثا، هبوط خضاب الدم إلى الحدود الطبيعية في الحالات التي يكون فيها زيادة في عدد الكريات الحمر أو ما يسمى باحمرار الدم. ارتفع عدد الكريات البيض بنسبة 52% من الحالات وضمن الحدود الطبيعية. ارتفع عدد الصفيحات إلى الحدود الطبيعية في 100% من الحالات في حالات نقص الصفيحات عن الحدود الطبيعية فيها. إن النتائج الباهرة التي ظهرت لدينا من خلال تطبيق عملية الحجامة على الكثير من الأمراض التي وقف الطب أمامها عاجزاً وحائراً، كل هذه النتائج أثبتتها التحاليل المخبرية المختلفة التي قام بها فريقنا الطبي المخبري. وأهم هذه النتائج المخبرية يمكن أن نلخصها على الشكل التالي. أولاً، هناك انخفاض في نسبة خميرة الSGBT في الدم عند 80% من المرضى المصابين بالتهاب الكبد، وهذا يدل على تحسن واضح في وظيفة ونشاط الكبد بعد عملية الحجامة. ثانياً، هناك انخفاض في نسبة خميرة الSGOT عند 75% من المرضى، وترافق هذا الانخفاض مع زوال كافة التغيرات المرضية في تخطيط القلب الكهربائي عند هؤلاء المرضى. ثالثاً، انخفاض في نسبة خميرة الأميلاز عند 55% من المرضى، وهذا كان الانخفاض له أثر واضح عند المرضى المصابين بالتهاب البنكرياس الحاد. أيضاً، عادت قيمة شوارد الدم إلى حدودها الطبيعية، لا سيما شوارد الصوديوم والبوتاسيوم عند حوالي 90% من المرضى المصابين بالقصور الكلوي. أحب أن أنوه لأمر هذا كان من تجربتي الشخصية، فأنا الحقيقة أعاني من ارتفاع في حمض البول، وهذا الارتفاع في حمض البول يسبب لدي آلام مفصلية مختلفة، وهذا الارتفاع ارتفاع وراثي من حوالي 14 عام. فأنا بنفسي أيضا كنت أحد الناس الذين استفادوا بشكل كبير من عملية الحجامة، ومنذ طبقت عملية الحجامة لنفسي
فأنا مقدار حمض الوول عندي في ضمن الحدود الطبيعية، وفعلا اختفت كل نوبات الألم التي كانت سببها ارتفاع حمض الوول. سأستعرض عليكم النتائج المخبرية التي حصلنا عليها بفحص دم الحجامة. وقد تبين من هذه الفحوص ما يلي: أولا، كانت أشكال الكريات الحمر في دم الحجامة غير طبيعية باستمرار، ومن هذه الأشكال الشاذة الهايبوكروميجيا، بير سيلز، تارجت سيلز، كرينيديد سيلز، سفيروسايتس، وطبعا اختلاف في الحجومة في الأشكال. مع ملاحظة أن عينات الدم كانت تؤخذ من شقوق الحجامة مباشرة قبل وضع كؤوس الحجامة لئلا يؤثر ضغط الكاسات على شكل الكريات. ثانيا، لاحظنا أن هنالك انخفاض كبير جدا في عدد الكريات البيض في دم الحجامة، وذلك في جميع حالات التي درسناها. تراوح عدد الكريات البيض ما بين 525 و950 كرية في الملي متر مكعب فقط. تابعت موضوع الحجامة من أول ما انطلق في الفريق الطبي بال99، ودخلت على الخط من زاوية التحليل الإحصائي. فأجريت طبعا، هو البحوث العلمية بدها أبحاث كتير كتير مركزة ومتابعة على مدار العام. أجرينا بعض الدراسات من خلال الأحصائيات اللي إجتنا. بعطي على سبيل المثال، اخترت نوع من المرض اللي هو في بيانات رقمية، أخذت نسبة السكر بالدم، عملت له اختبار تي في العينات غير المستقلة مشان حدد معنوية التأثير الحجامة على نسبة السكر في الدم. فتبين معي من خلال التحليل الأحصائي إن الحجامة تؤدي إلى الشفاء من مرض السكري بدلالة معنوية إحصائية مؤكدة. كمان أجريت دراسة معامل الارتباط، هل يوجد ارتباط ما بين السكري وما بين الحجامة؟ تبين معي نعم، إن معامل الارتباط قوي جداً. درست أيضا معنوية هذا الارتباط، فتبين لدي أن المعنوية الارتباط عالية جدا وبدلالة معنوية إحصائية عند مستوى معنوية 1 بالألف، ومعروف علميا أنه هذا يعني أعلى درجات المعنوية عند بيكون العامل المعنوي عند مستوى 1 بالألف. أجرينا أيضا دراسات على الناعور، تبين لدي أيضا من خلال التحليل الإحصائي أن الحجامة أيضا فادت في مجال الناعور وبدلالة معنوية إحصائية مؤكدة. طبعا قد يسأل البعض أنه أنتم كيف أجريتم الحجامة، وبعد منها هل المريض كان يأخذ دواء ما يأخذ دواء؟ نحن التزمنا أن المريض عمل التحليل عند نفس المخبر بنفس الجهاز بنفس الشخص قبل الحجامة وبعد الحجامة، وتركنا المريض يثبت كل معطياته. العامل المختلف فقط هو كان عامل الحجامة. يعني أنا شخصيا بنتيجة السكر تبين لي أنه 60% من المرضى شفوا شفاء تاما، وأرقام عالية 300 و400 و500، نزلت الأرقام معهم على 100. 20% تحسنوا تحسنا شديدا، اللي كان رقمه 400 صار 190 200، صحيح بقي مريض لكن 200% نزلت نسبة السكري. 20% ما استفادوا شيء معنا. فهذا الأمر نحن ندعو زملائنا، ندعو الباحثين العلماء أنه لو يقدروا يعرفوا ليش، يجروا دراسات متطورة أنه ليش اللي ما استفاد وليش اللي استفادوا، وإذا في مجال نقدر نعرف فمنحول الأمر كله إلى الفائدة.
والآن نستميح أحبائنا المشاهدين دقائق قليلة لنشاهد وقائع عملية جرت في محافظاتنا، في بعض محافظاتنا بسوريا الحبيبة، والتي ظهر منها عالمنا الكبير محمد أمين شيخو. الله صار معنا حديث وأعمى وصفنا بحالة شلل، أخذونا على مشفى باسيل، تعالجنا شي شهر بالمشفى ما أخذنا نتيجة، وبعدين نزلنا على البيت. بعد البيت ضمينا حوالي فترة نتعالج ونتعذب، ولا قعد ولا هذا، ملقوح مثل يعني مشلول شلل كامل، ما في إلا تن وعيني في شيء. ضمينا حالة 4 سنوات وإحنا نشيل ونحط ونتعذب ما خدنا نتيجة. دلونا على شخص إنه بيعمل حجامة، قلنا لن يرات والله، بعتوا النية وإجا الزلمة والله، وأهلنا وشاهلنا، وكان كتير زلمة منيح معنا، وانتكلنا على الله وعملنا الحجامة. ضميت بعد الحجامة بال15 يوم أو 20 يوم، ولا فرق مع الحالي، طلعت بحالي لقيت حالي ما كنت فينا أقعد ولا فينا أم ولا فينا أقعد، مشتول ملقوح. طلعت عم جرب إنه بدي أقعد، قعدت كل الأمان والطمأنان وما في إنجاز يعني مثل ما كنت. مدة العملية كمان 4-5 أيام 10 أيام، كمان تحسنت أحسن، وكل 4-5 أيام 10 أيام الحمد لله عم أحس حلو. هلا صفات ما أحلين صليت على النبي، وكل سنة بعمل مرة وتنتين وتلاتة كمان. والله كنت بحالة أوشع على الحالات، لا في نقوم ولا في نقعد، مش دول شلل كامل بالمرة. الله الحمد لله بقوم وبعد وبفتح دي وبقيم حركة وبعود، ما كان فيها الأمل كله بإذن الله سبحان الله. بعد العملية كتير ارتحت، وما كنت شعر يعني كإنسان بعد الوقعة، ما كنت إنسان بفكر حالي أرجع بعض الحالة، بس الله الحمد لله رجعنا. عانيت لمدة 18 عام من دوران في عظم الفخذ، في يعني طبعا في الرجلين التنتين، وهالشيء كان يمنعني من عدم التربع وعدم المشي الطبيعي. رحت الدكتور، قام قال الدكتور هاي علاجها تحت ال14 لازم يكون، بسبب هلا عظمك صار ثابت، وبال12 سنة بتحت ال14 سنة يعني مثلا 12 سنة بسبب قال عمل جراحي بسبب طوله على العظم صفايح ومع سلالم خارج القدم لبرم العظم عن طريق نموه لا عن طريق برمه هو. فقلت له أشو الحل يا دكتور؟ قال لي ما في حل أبدا، حالي مستحيلة. بالسنة 19 ظهرت عندي حالة التهاب مفاصل رسوي، حمى رسوي، هالشي كمان صاب ركبي وعرضني لآلام رهيبة، عانيت منه وصرت أقعد مثل العجائز وفز مثل العجائز، وكمان صبت بحساسية وعدم توازن حراري وعدم توازن مائي، اشرب كميات ماء ضخمة وحس بحرارة عالية حتى بالشتاء. وبعد سأل واحد قال لي على الدكتور انه بيسوي حجامي، قلت له اشو تفصيلة، اعطاني تفصيلة قلت له بساويها، سويت الحجامي عند الدكتور، دلنا على الدكتور سويت عند الدكتور. بعد فترة يعني ما يقارب تاني نهار أعدت تربها طبيعيا، وعدم التربع كان سببه دوران عظم الفخذ. أما التقوس ما اكتشفته أنا، تقوس العظم السفلي ما اكتشفته إلا بعد 15 نهار باللمس باليد، تفاجأت وزهلت بأن العظم مستقيم تماما، وذهب التقوس والقدماي يعني صاروا طبيعيات. أما بالنسبة للدوران، وقت اللي رحت على الدكتور قلت له طلبت منه التقرير عن حالتي، قال لي مستحيل مستحيل أعطيك التقرير. تفاجأت بهالجواب، قلت له يعني حالتي عندك ومعالجني؟ قال لي مستحيل أعطيك التقرير، حالي مستحيلة، تقريرين متناقضين وحاكم عليهم قانونيا. وبالنسبة للحالة اللي مستحيلة، الطب بيعجز عنا،
والطب يعني قال لي عظمك ثابت ثابت ما بعرف. قلت له الفضل لله وللحجامة، الله جعل سبب والحمد لله حياتي طبيعية. وبالنسبة للحساسية كمان نسبة ضخمة منها راحت أكثر من نسبة 75%. وبالنسبة للتوازن الحراري والمائي عدى الصيف علي ولا كزأني تصيف، يعني طبيعي درجة الحرارة طبيعي والمي اللي بشربه طبيعي، ما بقى بشرب كميات كبيرة ولا بقى بعرق بشكل كتير، وعيشتي هلأ طبيعي ويعني بصحة جيدة. الحجامة أسلوب طبي لعلاج الأمراض يعتمد على تخفيف الاحتقان من الأعضاء بإزالة الدم المحتبس فيها، وتقسم الحجامة إلى قسمين، الحجامة الجافة والحجامة المدماة. وتفيد الحجامة كثيرا في تخفيف ضغط الدم وسكر الدم وتحريض نقي العظم على العمل وتحريض جهاز المناعة على التخلص من السموم الزائدة. يهمنا هنا الجملة العصبية لأنها في صلب اختصاصي، فالحجامة تفيد في تنظيم الدم الوارد إلى الدماغ وتخفف من تجلط الأوعية الدماغية بإزالة الدم المحتقن الزائد فيها، وبالتالي تخفف من حدوث الجلطات الدماغية، كما أن تخفيفها للضغط الشرياني يساعد في تخفيف حدوث النزوف الدماغية، وتقويتها للمناعة يخفف من حدوث الأمراض المناعية العصبية. تبين بالفحوص السريرية والشواعية والمخبرية التي أجراها فريقنا الطبي شفاء حالات وتحسن حالات بعض المصابين بالشلل ناتج عن انضغاط العمود الفقري أو الاحتشاءات الدماغية بعد إجراء الحجامة لهم، ولوحظ تحسن العديد من المصابين بفتق النواة اللبية وعودتهم إلى الحالة الطبيعية بعد إجراء الحجامة لهم. تخفف الحجامة من ضغط الدم الوارد إلى الدماغ، وبالتالي تساعد في تحسين الذاكرة لدى المرضى وتحسين التركيز لديهم، وبالتالي في ضبط المشاعر والعواطف وتنظيمها، وتخفف من حدوث حالات الصرع، وتفيد في تحسين السمع لأنها تحسن التروية الدموية في عصب السمع، وكذلك التوازن الناجم عن نقص الدم الوارد. إنني مريض في القلب وعندي الشريان الكليلي ازدياد 25%، وذهبت إلى مدينة دمشق وأجريت العملية. بعد إجراء العملية تميت تعبان هلكان، وكنت جيت إلى البيت أخذ من الأدوية، وكل ما أطلع إلى الجامع أذهب إلى الجامع إلهت كتير وتضايق. بعد مد مرحلة من شهر شهرين أجوا أخوي عملوا لي حجامي، فبعد الحجامي رأيت ارتحت كتير وفتحوا شراييني. كنت أمشي مسافة يعني شيء 200 متر، قاعد أمشي شيء 5 كيلومتر ولا إلهت ولا أهلك نهائيا بطول. أصبت لتصلب لوحي عام 1994، تميت عالج لل 98 عند أطباء أخصائيين مدينة اللاذقية ومدينة دمشق وحمص. عملت رنين مغناطيسي، عملت طبقي محوري، كل الدكاترة أكدوا لي على أنه المرض هذا لا شفاء منه نهائيا، وكلهم دكاترة أخصائيين جراحة عصبيين وأحسن مستشفيات مدينة دمشق، كلهم أكدوا أنه المرض هذا لا شفاء منه نهائيا. بالـ98 علموني أنه في حجامة، عملت الحجامة أنا. بعد 15 يوم من إجراء عملية الحجامة تم شفائي 100% تقريبا. أنا كان معي نسبة عجز، صرحت من وظيفتي 45% عجز، هلا شفائي تقريبا 100%. سوق على سيارة، سوق على شحن، بسافر، بروح، بيجي، وضعي طبيعي 100%. بينما سابقا قبل الحجامة أبر كورتيزون ودواء مميعات للدم وأدوية مختلفة ولا في فائدة نهائيا. معي شلل بإيدي اليسرى وشلل بإجري اليسرى وشلل نصفي بالحنك والوجه والعين، ولا بحسن بمسك اي شغله بايدي، هاي اللي عم حركها هلا ما فيني امسك فيها اي شغله، لا كاس الشاي ولا دفتر ولا ورقه ولا حتى قلم ولا حتى شيء نهائيا،
ومشي ما فيني امشي اكثر من خطوتين، اذا ما واحد سندني ما فيني امشي او على كازة او شيء. والحمد لله بعد ما عملت حجامي 15 يوم الله سبحانه وتعالى كتب لي الشفاء. كان معي مرض بشتكي فيه، عم بشتكي منه من زمان، من اكثر من 10 سنين. فاكيد راجعت اطباء وتعرضت لتصوير وتحاليل، فتبين انه معي فتق نواة لبية. اخر 3 اشهر تميت بوضعية صعبة كثير كثير، يعني انه اذا بدي وقف مقادير، اذا بدي انزل على الحمام او على شغلي مقادير. وعم حاول موضوع خوف اني اتجنب موضوع العمل الجراحي، انه ما بدي نصحوني بالجراحة، ما بدي اعملها، لا ما بدي اعمل جراحة. فجار الي نصحني بالشيخ ايمن احمد من مدينة اللاذقية انه بيعمل حجامة، وكنت بوضع انه اي شيء ممكن يخلصني من موضوع الالم اعمله. وكان معلوماتي عنها سطحية كثير كثير كثير، بس بسمع منها من قبل عن طريق الوالد انه جدي كان يعملها، ومن قديم كانوا يستعملوها كثير وبتخفف. فمجرد كان سؤال وجواب ومعلومات بسيطة انه بالاساس ما بتضر. بتذكر انه طلب مني اني يقوم عن التخت لأقعد على الكرسي وشان يعمل لي عملية حجامة. بس عم حس بوجع فظيع وما عندي وحاسس انه مستحيل اقدر كفي القاعدة لحتى يخلص موضوع الحجامة كله يعني. بس بتذكر انه طلبت منه اسرع بالموضوع شوي، فاثناء الحجامة ووضع الكاسات والتشطيب من اول 3-4 دقائق حسيت انه الالم شيء بسيط راح يعني. فبعد ما خلصنا حسيت شوي انه انا مرتاح، اذا ما نفسيا جسديا او ما بقى فيها الالم او عن هالمعاناة من القاعدة على الكرسي اللي كنت عمانية قبل موضوع الحجامة. وقفت حاولت امشي مشي، حسيت انه عم بمشي لوحدي بدون مساعدة. تميت بعد منها شي 4-5 ايام بضيت الاستلقاء، بس عم بمشي وبدون الم. ووقفت موضوع الادوية والمسكنات كلها يعني. تمت فترة 10 ايام بعد الحجامة بالضبط، رجعت صرت انزل على شغلي واطلع وادخل مثل العادة. وهلا سنويا بوقت المعتاد برجع بعملها. بتذكر انه كمان بنفس التوقيت كان والدي معه سرطان حنجرة وموضوع قلب رئوي، وما بيشكي صعوبة بالتنفس لأنه مريض مدخن من زمان، فحب يعملها بنفس التوقيت اللي كنت أنا عم بعملها فيه. فبعد ما خلصت كمان عملها كان وشاف، يمكن شاف الشباب اللي كانوا موجودين، إنه حط إنه بالبيت نفسه في أسطوانة أكسجين وجهاز إرزاز عشان يقدر يتنفس، وما عم يغامر بتطلع برات البيت عشان موضوع تنفسه يعني. وقسما انه ما انا شغله دعايه للحجامه، بس شغله واقع صار معنا يعني. فعمل حجامه الوالد كمان، فتفاجات انه حب يطلع يخرج يطلع برات البيت يتمشى يعني. بغيب ساعتين عم اساله كيف تنفسك، قال كويس كثير، تحسنت، قال تحسنت كثير. الحجامة ثبت بطرق علمية موثوقة تماما بأنها من الأعمال المفيدة لصحة الإنسان، وهي تفيد في تخفيف حدة الأمراض أو بعض الأمراض بشكل كثير واضح. من هذه الأمراض وعلى رأسها الشقيقة والصداع والآلام العصبية المتوضعة في الكثير من المفاصل، وتفيد أيضا في أمراض الدم المختلفة، كما تفيد في تنشيط جسم الإنسان وإعادة الدم العتيق المستهلك الذي يكون موضعا بين الكتفين، يذهب هذا الدم ويحل محله دم جديد نقي مشبع بالأكسجين. مصاب بمرض شقيقة، عند تجيني الحالة رؤية يشيلوني على المستشفى، وبعد روح على عدة دكاترة وعطوني مسكنات يعني، وما استفدت عليها بشيء. بالأخير عند اللي وقع يعني كتير ياخذوني على المستشفى إسعاف، يضربوني إبري استفيد شوي يعني، كلها مسكنات. لأنهار وأموحي وصف لي الحجامي، دكتور وصف لي الحجامي،
رحت عند دكتور سويتها أنظمتها يعني، والحمد لله رب العالمين هلا صار لي سنتين مساوي حجامي ومستفيد وشفائي تام بإذن الله تعالى. أثبتت الأبحاث الطبية التي قام بها فريقنا الطبي والمخبري أن الحجامة لها دور كبير في تقوية المناعة الجسمية، وهذا مدار الطب الحديث حاليا عن المناعة وآليتها، وخاصة في أمراض كثيرة انتشرت في العصر الحديث تؤدي إلى نقص واضطراب في الآليات الدفاعية عند الإنسان، وهذا ما يسمى أمراض اضطراب ونقص المناعة. مصاب بعامل استرالي من فترة 3 سنوات، نتيجة تحاليل طبية ثبت بدرجته 1600، ووصف لي الدكتور دواء زافكس سعر العلبة 28 حبة فيها سعرها 5000 ليرة سورية. استعملتها لفترة سبعة أشهر ودريت إنه في حجامة، سمعت عنها إنه منيحة ورحت سويت حجامة، سويت تحليل بعد الحجامة وثبت إنه، رحت لعند الدكتور ورجيته التحاليل وثبت إنه ما عاد بدي استعمل الدواء، ورديت وشفت جسمي متنشط الحمد لله، وقال لي ما بدك إنه تستعمل هذا الدواء بعد اليوم، وظلت مستمر على الحجامة هاي السنة الثانية، سويت حجامة والحمد لله رب العالمين.